يا ساكني مطروح جنية بحركو، الناس تجي وتروح ونعش أحيكو. بهذه الكلمات تغنت الراحلة ليلى مراد حبا وعشقا في مرسى مطروح وبحر مرسى مطروح وأهالي مرسى مطروح. أجواء رائعة ومشمسة هنا على كورنيش وشواطئ مدينة مرسى مطروح. أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في جولة نهارية على كورنيش المدينة وشواطئها الساحرة في ظل أجواء وطقس ممتع، هو أشبه بالطقس الربيعي على الرغم من أننا في فصل الخريف، وذلك ساعد على خروج أعداد من المواطنين للتنزه والتواجد على الكورنيش للاستمتاع بهذه الأجواء خلال الفترة الحالية. أسر وشباب وأفراد يتواجدون في أجواء من الخصوصية والهدوء على كورنيش المدينة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة لشواطئ وبحر مطروح الذي ترونه أمامكم بألوانه المتدرجة ومياهه الصافية. وهنا على خليج مطروح يتواجد العديد من الشواطئ المختلفة من بينها الشاطئ العام الذي نراه على امتداد الكورنيش وهو من أكبر شواطئ المدينة، ويقابله هناك في الخلفية شاطئ رمل الشهير أو شبه جزيرة رمل، ومن الناحية الغربية أيضا شبه جزيرة تقع عليها مجموعة من الشواطئ وأهمها شاطئ الغرام ومنطقة كليوباترا، وأيضا هنا ألسنة حماية الشواطئ التي أضافت نوعا من الجمال إلى جانب حمايتها للشواطئ من التآكل، حيث أن هذه الألسنة تم تحويلها إلى ممشى وأماكن للتنزه يجلس عليها المواطنون وأيضا يصطادون الأسماك خاصة هواة الصيد. كما نرى هناك توجد مجموعة من هواة ومحبي الصيد على ألسنة حماية الشواطئ للاستمتاع، وأيضا في ظل هذه الأجواء والطقس الدافئ أو المائل للحرارة هناك من يفضل السباحة على الشواطئ المختلفة، وسنحاول أن نقترب أكثر من أحد الشواطئ ونرى مجموعات من الشباب الذين يسبحون في البحر. وربما من الغريب في التحولات الطقس أنه حتى الآن لم تتساقط الأمطار الغزيرة على محافظة مطروح، وفي مثل هذه الأوقات كانت الأمطار تتساقط ربما أكثر من مرة سواء كانت متوسطة أو غزيرة، ولكن الأسبوع الماضي تساقطت بعض الأمطار الخفيفة لكن ليست بالكميات التي تساعد على الزراعة. وهنا في مطروح يطلقون على الأمطار أمطار الخير ويقيمون صلوات الاستسقاء في كل مكان من أجل سقوط المطر، لأنه هو مصدر الحياة في الصحراء لكثير من المواطنين وأيضا لتربية المواشي أو الحيوانات والزراعة، وذلك من خلال تخزين مياه الأمطار في أبار وخلف السدود
وحصادها لتستغل طوال العام. لكن الأجواء حاليا هي أجواء أشبه بالربيعية، على الرغم من أننا في فصل الخريف وهو فصل الرياح والأمطار، لكن الأجواء كما تشاهدون حضراتكم الأمواج هادئة والطقس مائل للحرارة. المواطنون يستمتعون على الرغم من أن اليوم الأحد هو يوم عمل ويوم دراسي، إلا أن هناك أعداد متواجدة من المواطنين للاستمتاع بهذا التوقيت، وتزيد هذه الأعداد نسبيا خلال نهاية اليوم. مشهد رائع وجمال ساحر لشواطئ مطروح عندما تكون هادئة ولا يوجد بها زحام أو تواجد لأعداد كبيرة مثل ما يحدث في ذروة المصيف. ها هي الأمواج هادئة والمياه نقية وشفافة، أيضا المناظر الطبيعية التي تخلو من التلوث بمختلف أنواعه، سواء التلوث السمعي والبصري أو غيره من الملوثات. لذلك هناك عشاق ومحبي هذه الفترة والفترات المماثلة من مختلف أنحاء مصر، يتوافدون من أجل قضاء أوقات ممتعة مع مزيد من الخصوصية والهدوء. أيضا هناك بعض الفنانين والكتاب يأتون في فصل الخريف والشتاء أكثر مما يأتون في الصيف من أجل الاستمتاع بالطبيعة الساحرة وإنجاز أعمالهم الفنية والإبداعية خلال تواجدهم في مطروح. ندخل حاليا على ممشى حماية الشواطئ، وهذا اللسان وغيره من الألسنة المختلفة أصبح متنفس جديد للمصطافين ولأهالي مطروح، حيث أنك وأنت تقف على لسان الشواطئ هذا كأنك على ظهر سفينة أو باخرة داخل البحر، ويمكنك أن تشاهد مدينة مرسى مطروح في مشهد بانورامي جميل لواجهة المدينة وللشواطئ المختلفة من كل ناحية. كما يتواجد أيضا هواة ومحبي صيد الأسماك على ألسنة حماية الشواطئ هذه، لأنها تمكنهم من الوصول لأكثر منطقة داخل البحر للصيد فيها. وحتى الفترة الحالية تستمر أيضا رحلات اليخوت التي تنظمها للمواطنين ولزوار محافظة، سواء كانوا من زوار المحافظة أو من أهالي مطروح، حيث تمثل الرحلة متعة مختلفة داخل البحر. يطوف بهم يخت أو لنش كبير داخل خليج مطروح، ثم يقف هناك بعيدا كما يقف هناك أحد اليخوت في المنطقة الفيروزية لالتقاط الصور والسباحة داخل البحر، حيث أنها منطقة ليست بالعميقة ويوجد بجوارها مجموعة من الجزر الصغيرة. متابعي تلفزيون اليوم السابع، نقلنا لكم في جولة على كورنيش وشواطئ مدينة مرسى مطروح الأجواء الساحرة
والطقس المعتدل والشواطئ والبحر الذي تغنت له ليلى مراد ويعشقه ملايين المصريين وغير المصريين. نتمنى لكم دائما الاستمتاع بطبيعة بلادكم الساحرة مصر الحبيبة في كل مكان، وبالتحديد في مدينة مرسى مطروح عاصمة المصايف. لكم مني كل التحية. كنت معكم حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح.